حدا زعجها شيء؟ لا والله دكتور ابدا، كنا هيك عم نحكي حديث عادي، قامت فجأة تعبت. قلت لكم قبل هالمرة، مرة ضربوا هذا منشي عصبي وبده مدارة. طيب دكتور، بس قلنا شو نعمل إذا اجت الحالة مرة ثانية؟ هذا البخاخ بتاخده بشكل مستمر، يعني مرتين يوميا، وما بتقطعوا ليا نهائيا. إن شاء الله عليها العافية. شكرا شكرا دكتور، تفضل، يعطيك العافية. سلامتك، سلام، خلينا هيك يا ربيع، الله لا يحرمنا منك. مرحبا سهى خانو، انا سعدو. اهلا وسهلا سعدو. بالله المعلم موجود؟ لا والله ما له هون. ليش ما له بالمكتب؟ دقيت له بس ما عم يرد. والله ما بعرف. الله يخليك يا خانو، اذا قدرتي تتواصلي مع المعلم او اذا اجى قولي له حكى سعدو بيقول لك عصفور طار وعصفور وقع بالقفص. عصافير شو؟ يا خانم انت قولي له هيك وهو بيعرف. طيب ماشي. كأنه اجا. خالد؟ خالد خالد، تليفون لإلك. الو الو، مرحبا معلم، انا سعده. شو صار؟ والله يا معلم عصفور طار وعصفور وقع بالقفص. يخرب بيتك، اصبح انا رح اغط يا معلم. غط، روح وين ما بدك، المهم لا اتركني بدي اشوف شو بدي اسوي. ماشي معلم ماشي. شوفي خالد شوفي. الو، بدي اقرب رحله لقبرص. كثير منيح. ايه شخصين انا ومرتي. يعطيك العافيه، ضبي اغراضك، بدنا نسافر كم يوم. ليش شوفي فهمني بعدين بنحكي، هلا مو وقت الحكي. نزل على المكتب جيب انا كم ورقه، ضبي اغراضك بعدين بنحكي. ماشي. طيب خالد.